بيكو بيبو، معكم جينا كاسبيل من بدون فلتر سيزن 3. حلقة اليوم رح تكون حلقة كتير سبيشال، لأنه كيف ما عم تشوفوا معي هذا الميك اب الفلوليس رح نعمله بوان براند اللي هي كريستال هارتز. فتابعوا معي كل الحلقة عشان تحصلوا على هذا الميك. أول خطوة من الميك اب رح نحط العدسات كتير ناتشورال اسمهم بيورنس من كريستال هارتز. اللون تبعهم اسمه جراي، فهذا اللون الجراي بيعطي على لون خضر وكتير بيطلعوا طبيعيين على العين وكتير مريحين. لأنه كيف ما بتعرفوا اللي بيتابعني بالسوشيال ميديا عارف انه انا عملت عملية ألترا ليسك عشان اصحح النظر، فكتير صعب اختار العدسات، بس هدول كتير تحت عليهم وحتى لونهم بجنن، فهلا بتشوفوا بسرعة. وهيك بنكون ركبنا العدسات فهيدا اللون. هلأ تاني خطوة رح استعمل فاونديشن، اي فاونديشن متعودين عليه، وانا بستعمل فاونديشن البشرة المختلطة. هلأ رح استعمل كونسيلر لنغطي شوي الهالات السوداء، وناخذ لوس باودر لنثبت كل شيء. وبعد ما ثبتنا كل شيء هلا رح ناخذ الباليت تبع كريستال هارت اسمها ديجا فو، فرح استعمل اول لون سموكي كوارتز مع دورادو. كثير بحب اخلط هاللونين واحطهم على كل العين. هالالوان دائما بتلبق مع لون العدسات. نفس الشيء نفس اللون رح نستعمله من تحت العين. وبعدها رح استعمل هذا اللون اسمه أورم على كل جفن العين. وهلا لأخلص اللوك رح احط آيلاينر. وهلا لأخلي الآيلاينر very sharp رح استعمل كونسيلر برش وأصحح الايلاينر تبعي عشان يعطيني شيب أحلى. حتى العين بتصير مسحوبة. وهلا رح نرسم الايلاينر للعين التانية. بشوفوا يعني العين كيف صارت مسحوبة بطريقة كتير حلوة وبتناسب العدسة. رح أوريكم اللاشز من كريستال هارت كيف بيجننوا. في كتير انواع وكلهم طبيعيين، واهم شيء انه بيطلعوا على العين شو يعني very natural، وكتير رح تحبون لانه مريحين والتيب تبعهم مو ثيك. ففي عنا كتير اسماء فيرا، فيرجينا، الما، في كتير في كتير في كتير. ففيكم تدخلوا على الويب سايت تبعهم وتشيكوا على كل انواع اللاشز. بس بالعاده كتير بحب استعمل فيرجينا لانه بحسها كثير طبيعيه يعني للديلي يوز. هلا بعد ما حطينا الايلاينر رح شيل الباودر اللي تحت عيني. فيكم كمان تنظفوا من تحت الحواجب عشان يطلع الشيب صح. هلا رح استعمل الليكتن كمان من كريستال هارت، كمان بحب استعمله على خدودي بعد مرات مع الفاونديشن بيعطي احمرار طبيعي. رح اخذ هذا اللون 306 ايزابيلا ليبستيك. الليكويد ليبستيك تبعهم شو احلى شيء انه very long lasting، ما بينشفوا الشفايف بيضلوا معك. من نفس الباليت تبع الايشادو رح استعمل لايت روز. بحب اخلط اللونين فخلطت 306 مع 311 اسمها سامانثا، وسامانثا رح احطها بس بالوسط. بعد ما خلصنا الميك اب كله يلا معي تشوفوا الفاينل لوك.
وهيك بتكون خلصت حلقة اليوم، وهيك ما عم تشوفوا معي حطيت اكسسوارز بتناسب هاللون لانه كان بدي احط الوان شوي ايدجي، وكمان الميك اب اللي استعملناه من وان براند اللي هي كريستال هارت، واصلا صار لي زمان وانا بستعملها لهيك حبيت اشارك معكم تجربتي مع كريستال هارت بهالحلقه، واشوفكم ان شاء الله بالحلقه الجايه.